الهجوميه لا رد لها. كاريكا يبدا المحاوله، كاريكا مدافع الفار يحاول ان يتفنن بينما الكره تلامس يد لاعب مهاجم السابق للانتر الايطالي مع كالون اللي كان يلقب بسمول كالون، هو امتداد لعائله كالون شقيق موسى الاكبر. هذه محاوله بينما هناك اشاره ذروه الشيء او القمه، والليون معناها الاسد والتسميه تعني قمه الاسد في سيراليون. على اجمل سيراليون حاولت المرور من سيساي في الكاف، توضع في تشكيله المنتخبين لا اكثر ولا اقل. كره لصالح منتخب سيراليون الليون ستارز علي جعفر يتبع في فوفانا، نقلات سودانيه بينما متابعه من كوامي كويي، ارجع كره للوراء من ياماي دونيا حارس المرمى في ضغط من جانب اللاعب السوداني، كان ممكن يستغل الكره محمد عبد المنعم. يضغط المنتخب السوداني ولد معاويه فداسي اللاعب رقم ثلاثه، معاويه فداسي يلعب كره تبعت الكره، تدخل حذر استرجاع للكره الى سيراليون، انتقل الى العاصمه الكينيه نيروبي واجرى معسكر تحضيري قصير لمده 4 ايام خاض من خلال اللقاء ودي امام المنتخب الكيني. ركله مرمى لصالح المنتخب السوداني في تنفيذ الركله، اكرم الهادي يلعب كره طويله تعود لسيراليون، محاوله المرور على جانب كوامي، الكره خارج ميدان للجانبيه جانبية لصالح المنتخب السيراليوني. سيراليون مع الكرة، تعود المحاولة مرة أخرى لصالح منتخب ليون ستار. أمامنا محمد عبد الله مازن مدرب المنتخب السوداني، المنتخب السوداني يتطلع للمشاركة مجددا. القرعة أسفرت تواجد السودان في مجموعة فيها المنتخب الجابوني مستضيف البطولة، ونتائج الجابون غير محسوبه، يعني المنافسه بين واجه صعوبات كبيره في اخراج الكره من مرتكا. كره عند اللاعب دافيد سيمبو، يمرر عند اللاعب دونيا، دونيا يمرر الكره، ينطلق محمد كامارا بينما الابعاد من معاويه فداسي يحاول كره خارج الملعب. جانبيه لصالح المنتخب السيراليوني، الوقتو اجمل السيراليون بينما التغطيه يقول سيراليون. الكرة تلعب باتجاه فوفانا، يسترجع كرة المنتخب السوداني عن طريق كاريكا، كاريكا كاريكا، والحكم يحتسب خطأ للاعب بوكانو يقوم بالتغطية. لاعب نادي بلاك بول مايتي في الدوري السيراليوني، بينما التغطية وإبعاد من قصير كانت ممتازة من جانب لاعب المنتخب اللاعب تونيا. كرة تركب من بعدها دونيا ظهير ايمن منتخب سيراليون، تلعب كرة من جانب محمد كامارا الغني بابيتشو 1-0 هدف جيرفينيو، وتعادل في السودان 1-1. ساشر كراتيل لمنتخب ليفواري بينما تمكن من العودة للمنتخب السوداني في عام 2008 بملعب غانا. في عام 2008 تواجد هذا المدرب محمد عبد الله مازدا. المنتخب السوداني كان يضم نخبه من الاسماء وعلى راسهم البرنس هيثم مصطفى، بالاضافه لاسماء اخرى مثل معز محجوب كان في المرمى. الان عن كوره لصالح منتخب سيراليون. منتخب سيراليون يسيطر على منطقة الوسط وبتمن معاوية فداسي، تغطية قام بها معاوية والكرة خارج الملعب للجانبية، كرة لصالح منتخب سيراليون. مدافع كاريكا يبعد له الحكم يحتسب خطأ، غزال اللي تغطى على أبو كانو، الكرة ترسل باتجاه كاريكا ولكن متابعة ويرجع كرة من دنيا
رجعت عن فرصة منتخب سيراليون للوصول إلى مرمى السودان. نقلات لمنتخب الأسود. أسرع عند دونيا. رجع كورة فوفانا. مكالون. وبعد خسر من زامبيا 4-0 و2-0 من الجزائر. مورو بشكل ممتاز الآن. وتقدم الكورة من دونيا. دونيا يستخلص كورة. اللاعب السوداني بعقلة. أول مرة شارك في تصفيات كأس أفريقيا. في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا عام 74 بمصر. وخرج على يد مالي. تعادل. أن يقدم وجهه هجومي. أمام الحارس كرم الهادي. حكم اللقاء سيتي اليوم. في نهائي. كرة مرت من الدفاع السوداني. غريبة اللقطة الأخيرة. مشكلة المنتخب السوداني. أحيانا يعني يفتقد للتركيز. ديسي معاوية يلعب كورة في مناطق سيراليون. تبعت كورة من ياماي دونيا. تمرير سابق أمامنا مدثر الظهر. وكورة يخسرها تتحول خارج أرضية الميدان. برامية جانبية لسيراليون. محاولة لصنع منتخب عن كرة تبع التعاون السودانية. إمكانية للهجمة المرتدة لسار حمد. يلعب كرة لمهند الطاهر. كرة طويلة باتجاه كاريكا. ولكن عودة سريعة من جانب اللاعب الصفر وخطأ. كرة ضد محمد عبد المنعم أنكبا. تلعب الكرة من جوليوس وباي. متابعة من عبد الله بسيم بويمرر. جوليوس دونيا. هذه محاولة لاستلام الكرة لحارس المرمى كوروما. كرة رجعها أومارو بانغورا مدافع المنتخب السيراليوني. يتقدم الكرة المنتخب السيراليوني. يبحث عن فرصة لمفاجأة المنتخب السوداني. المنتخب السيراليوني هو الآخر يبحث عن إمكانية الفوز. الفوز ينعش منتخب الأسود. يصبح في رصيد 4 نقاط. وفرصة تكون أوفر للسودان باعتبار أن مصيره بين يدي. صحيح وإن كانت المهمة صعبة في السيراليوني. ركنية سودانية الابعاد من الدفاع السيراليوني. المطلوب الضغط الآن من جانب المنتخب السوداني. الإمبابي تلعب كرة بسرعة. تعود لصالح منتخب سيراليون. المنتخب السوداني يحاول الضغط في وسط الميدان على سيراليون. تتمرر الكرة من يامي دونيا. والكرة خارج الميدان جانبية لمصلحة سيراليون. فرصة لمنتخب سيراليون. كرة عرضية الابعاد من عطار الطاهر. بينما الهلال الليبي عطار الطاهر بعد الكرة. كرة تتحول خارج أرضية الميدان. السودانيين يعني في لغة الكرة اليوم داخل منطقة المحاولة. الدفاع السوداني حاضر. يلعب كرة عجب. نزار حامد يمر بكل سهولة. يلعب كرة كاريكا. كاريكا يلا كاريكا. الخطأ موجود والكرة. ديفيد سامبو تلقى الدار. ديفيد سامبو المدافع السابق لهلال أومدرمان. يلعب شارل الزول يسجل. أطهر الظاهر بتنفيذ الركنية. كورة داخل المنطقة. ضربة كان بالدفاع السيراليوني. تعود المحاولة للسودانيين. معاوية معاوية فداسي. معاوية معاوية يمر معاوية ويكسب خطأ. لا الكاميروني يعمل باستمرار اللعب. الكرة تعود السودانية. فريق السودان يضغط كيلة السودانية. كورة الآن لصالح المنتخب السيراليوني. دفاع يتابع. يتقدم بالكرة اللاعب دونيا. دونيا دونيا مع الكرة. يمرر دونيا. محاولة لكن طالت الكرة على اللاعب مصطفى بانغو. كرة لصالح منتخب سيراليون. في تنفيذ الجانبية دونيا. بمقومات الرأس الحربة. عنده إمكانية كبيرة بلمسة واحدة سجل على الطاير. فاجأ السودان. كان في مسك من فوفانا. الحكم مدى إشارة جانبية.
اكتساب جانبيه لصالح منتخب سيراليون وجانبيه اخرى للجوم يكسبوا جانبيه كره لصالح منتخب سيراليون تبعث كره بالتدخل من ابو عقله ركلة ومن يحمل الراية في المستقبل ليقود خط الهجوم بينما كورة حارس المرمى ابعاد كورما الابعاد من كورما لكن غير محدود صلاح ابراهيم اللي في التدخل في اللحظة الأخيرة ولكن حارس المرمى كان السباق على استعانة بصلاح ابراهيم الجاسولي في خط الهجوم جاسولي مهاجم هلال أمدرمان كورما يلعب كور طويلة كورما المحاولة تعود لصالح منتخب سيراليون يخطئ في التمرير اللعب دنيا عبدين نلعب في آخر عشر دقائق من نهاية الوقت الرسمي لهذا اللقاء المنتخب السوداني مهمته تزداد صعوبة والآمال تتضاءل كرة عند أبو عقلة أبو عقلة طويلة في العمق الابعاد من جانب بانكورا كامارا بتنفيذ الجانبية